غريبة داخلة في جواز 15 سنة وعمري ما عملت له القاس في البيت، قلت لها حرام عليكي تبقى صديقتك الصدوقة فيفا وما تعمليش لحد دلوقتي القاس في البيت. قالت لي بشيل هم تقطيعه وتنظيفه واغسله ولا مغسلوش والسلقة هعمله ازاي، اطحنها ولا ما اطحنهاش. قلت لها بس حلك عندي، اهم حاجة عندي البروتين اللي هعمل عليه القاس، تختاري بط تختاري وز تختاري لحمة، انا بحب قوي اللحمة. تاني حاجة بقى القلقاس، شايفة القلقاسة لونها عامل ازاي، لازم اختارها تكون حلوة كده، يا سلام لو فيها شوية ايه بروز بسيطة ماشي ما فيهاش اي تخويخ لجوه، تبقاش مخوخة تمام. يفضل ان انا اشتريها لو انت لسه جديدة في تقطيعها فما تشتريهاش اكبر من كده، ونشتري اتنين نفس الايه الحجم ونفس الشكل ونفس اللون. تعالوا بقى لتالت حاجة هي الخضرة بتاعتنا السلق، بغسله كويس جدا جدا، انا مش عايزة العروق بتاعته، انا عايزة الورق، بشيل الساق وبحتفظ بيه الورق، وطبعا الكزبرة والقاس يعني كزبرة كتير وسلق كتير. بجيب حلة هسالي القلقاس باللحمة، علشان اسلق اللحمة محتاجة ايه؟ محتاجة قطعة زبدة انزلها كده حلوة، وبعدين عندي بصلاية اقطعها اربعة اربع نصين اهي، جزراية اقطعها كده شرايح حلوة، وكمان عندي طماطماية اشيل بس الحتة دي واقطعها كمان اربعة اربع. عندي بقى شوية توابل بحب احطها قوي، فصين مستكة، ورقتين لوري، كم فص حبهان، وطبعا الكرفس في سلق اللحمة بيكون حلو قوي. هقلب دول كويس جدا، ماشي، انزل شوية فلفل اسود ورشة جوزة الطيب. ابدأ بقى اجيب اللحمة بتاعتي، كل ده على نار عالية، وانزلها اسمع الصوت ده، اقلبها بقى الله على الريحة، اوزعها كده في الحلة ما يكونش في حاجة مش ملهاش مكان، ما تكونش على بعضها. بصوا بعد ما اخدت اللون التحفة ده، طبعا ده لون وطعم وسوى مظبوط، لان كده بحافظ على العصارة اللي جوه اللحمة انها ما تنزلش معايا، فاللحمة هتكون معايا سواها حلو قوي، مش بتشد، لونها روزي، محتفظة بكل الأطعمة. بعد ما أخدت لون من الجنبين، مية عندي سخنة وانزل عليها. بسيبها على نار العالية وتغلي تقريبا 10 دقايق، وبعدين بهدي النار واسيبها لحد ما تستوي. هتاخدوا حتة لحمة من الاخر جميلة جدا. بالنسبة بقى لتقطيع القلقاس، القلقاسة الحلوة معايا، الفوطة بتاعتي النظيفة معايا، سكينتي الحامية معايا. اول حاجة بعمل ايه؟ بجيب القلقاسة كده واروح قطعها كده، بعمل لها قاعدة حلوة جدا، شايفين لونها عاملة ازاي؟ بعمل لها قاعدة حلوة قوي، اقدر بقى ان انا اعمل كده واقطع بالشكل ده، شايفين؟ سهلة قوي. طبعا الفوطة معايا ليه؟ علشان ايزي ما تلمس القلقاس، علشان ما يطلعش المادة المخاط اللي هو فيه، وبالتالي اضطر ان انا اغسله. هبدأ بقى دلوقتي اقول لكم على طريقة تنظيفه، في طريقتين، في طريقة ناس بتحب تغسله اوكي، طب لو انا هغسله بغسله بمية سخنة جدا جدا، بفضل ادعك فيه مدة لا تقل عن نص ساعة، واغير له المية وحط له مية سخنة تاني، واغير له المية وحط له مية سخنة تاني، غسيل 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 تمام، لحد ما احس ان انا تخلصت من كل المادة اللزجة اللي فيه. طيب انا ممكن ما اغسلهوش تماما، بس ان انا اتبع ان انا بالفوطة اللي معايا على طول انشفه، وبعد كده اقطعه واحطه قدامي على مناديل واسيبه يتهوى لحد ما ينشف تماما، وبعدين ابدا اقول لكم هنسويه ازاي. فانا بقى مش هغسله ماشي، وهبدا اقطع واكمل تقطيع واقول لكم ازاي هسيبه ينشف.
امسكها انشفها كويس جدا، وزي ما اتفقنا كمان بنشف السكينه بتاعتي اهي، وبعدين ابدا ايه اقطع اهو صوابع طوليه اهو عشان تبقى كلها قد بعضها وتاخد سوا واحد. بصوا اهي، بصوا عامله ازاي كلها تقطيع واحد. افرده كده عليها وانشف واسيبه يتهوى، واكمل بقيه تقطيع كل القلقاس. السلق هنا انا احتجت منه ايه؟ احتجت منه الورق بس ورميه الساق. اجيب بقى الخلاط. انا عارفه القلقاس ليه طرق كتيره، وكل بيت بيعمله بطريقه شكله، وكل بيت بيحبه بطريقته، لكن جربوه بطريقتي وشوفوا قد ايه برضو هيكون سهل وهتحبوه جدا. همسك السلق ده كله واحطه في الخلاط، واحط عليه طبعا شويه ميه هو والكزبره. بعد بقى ما ضربت السلق والكزبره في الخلاط وادوني العصير اللي لونه تحفه وريحته تجنن، هعمل ايه بقى؟ انا هنا الشوربه عندي صفيتها تماما، يعني هنا عندي المرقه الشوربه واللحمه بس، شلت البصل، شلت الجزر، شلت الحبهان، اللوري، شلت كل حاجه والكرفس، ماشي، وظبطت ملحها. مش عايزه اقول لكم شويه شوربه انما ايه يجننوا، تحفه، ملحها مظبوط وحلوه قوي. اجي بقى اصفيها في مصفى، انزل العصير في الشوربه واحتفظ بيه العروش، الحاجات اللي هي ما اتضربتش علشان احمصها في الطاسه. 2 كيلو قلقاس تقريبا بياخد معايا 6 ربط سلق، ما تستغربوش، وكمان بياخد معايا ربطتين كزبره خضراء. اللون دلوقتي تحفه، وانا لسه ما حمصتش اهو، اللي هحمصه لون دلوقتي الشوربه عندي بقت خضراء حلوه قوي. هحط القلقاس بتاعي طبعا، بس لازم عندي شوربه تكون بارده، علشان انا لو حطيت القلقاس في شوربه سخنه اللي هيحصل ان اللي بره هيستوي واللي جوه هيفضل ناشف. لا، انا هحطه درجه حراره الغرفه، الشوربه عندي تكون درجه حراره الغرفه، فاحط فيها القلقاس يستووا سوا حلو جدا من جوه ومن بره. يلا بينا. لو القلقاس عندي بيستوي ابدا انا هنا بقى ايه اعمل له اللون الجميل الوش بتاعي، بحمص دي كويس قوي لحد ما تنشف تماما من اي نقطه ميه فيها، اهي على نار عاليه، وطالما بدات تلزق كده يبقى انا ابدا انزل الزبده بتاعتي، كميه حلوه، وشويه بقى سمنه بلدي، ونحط الثوم بقى. الله على احلى ريحه بقى، ريحه السلق بالثوم بالسمنه والزبده. نقلبهم كده بقى ونسيبهم يتحمصوا، احلى ريحه ثوم مع سلق مع كزبره، التحميصه دي طبعا انتوا عارفينها حلوه قوي. بصوا هو اللون ده اللي انا عايزاه وخشولت، سامعينها؟ بجيب الكبه بقى واطحنهم في الكبه علشان يبقوا ناعمين على الوش، مش عايمين كده شكلهم مش بيبقى احلى حاجه. بصوا بصوا بقى، بصوا نازل ناعم ازاي على الوش، يجنن. هي معلقة واحدة فيها كل حاجة، اللحمة على الرز اللي بشعرية والقلقاس والخضرة، ونقطع بقى وناكل. يجنن. شوف
شوية رز بشعرية لازم جنبه طبق مخلل، مش عايزين أي حاجة تاني. عملنا النهاردة إيه؟ قلقاس بالسلق، من أول تقطيع القلقاس لحد طريقة عمل السلق، وانتوا شفتوا أنا بعمله إزاي وقد إيه طلع لونه يجنن. أتمنى تجربوا وتقولوا لي رأيكم. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.